فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي. اكيد غدوة 10 سنوات من الثورة التونسية، نحكي شنو صار في 10 سنوات في الرياضة التونسية. كنا حكينا في الجزء الاول من حصتنا على البنية التحتية، نحكيو حتى هو من زاوية قانون الهياكل الرياضية تقريبا من الثورة. نسمع القانون هذا باش يتبدل اليوم، مازال فما حد شيء. معنا بالتليفون السيد استاذ رياضة التويتي المكلف تقريبا من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة، قاعد يعد في القانون هذا لحد الان، خلينا نشوفوا وين وصلت الامور مع سيريا. اهلا بك. اهلا عسلامة عسلامة. مرحبا بك سيرياض. مرحبا بك. دونك سيرياض، خلينا نفهموا سؤال العباد اللي تسمع فينا، شنو معناه قانون الهياكل الرياضي؟ قبل جوست باش نوضح لك حاجه، معناها انا راني في وسط لجنه كامله، معناها مانيش وحدي، فما لجنه موجوده في الوزاره بقرار من السيد وزير الرياضه. فيها خبراء خارجيين اكسترن، منهم انا وفما اخيان اطارات عليا في الوزاره هي اللي قاعده تحضر في المشروع، وبالطبيعه دائما احنا والمرحله اللي نوصلها احنا والموضوع اللي نتناولوه نستعينوا بخبرات اخرى في المجال هذا. دونك بالنسبه للقانون هذا، قانون فر عليه برشا حديث في خصوص التغيير ومعناها وجوب تغيير وتنقيحه حتى يتلائم ربما مع التطور اللي عرفته الرياضة. هو ينظم الهياكل، مش لعبات تفهم، ينظم الهياكل الرياضية، الهياكل الخاصة مش الهياكل العمومية، خط الهياكل العمومية فما الوزارة وفما المندوبيات إلى آخره، لكن الهياكل الخاصة هي ثلاثة فئات. فما اللجنة الأولمبية اللي هي هيكل متاع تمثيل، وفما الجامعات اللي هي هيكل نتاع تنظيم مسابقات، وفما الانديه بتبيعها اللي هي هيكل المشاركه في المسابقات. دونك هذا القانون يهم يعني النشاط والتنظيم وكل ما يتعلق بالهياكل هذه، ثلاثه فئات هذه مع بعضها بتبيعها، كل فئه يقع تناولها وحدها. هذا بخصوص القانون. شوف برشا إشكالات وبرشا مشاكل وكلام ياسر في خصوص القانون هذايا. السؤال الأولاني اللي تري رابيدمون، خاطر ما فماش برشا وقت، لكن تري رابيدمون سؤال اللي تطرح، وأنا واحد من الناس نطرح فيه لي 10 سنين، معناها هل أنه من الضروري تنقيح القانون الهياكل الرياضية؟ أنا الإجابة رأي مش بديهية، نعم راهو، لأنه تنجم تكون ليه معناها؟ اي قلت لك ماهيش بديهيه بنعم، هاو علاش فقط لهنا باش نوضحوا حاجه سيرياض، هو القانون الحالي كان ماهيش غلط من عام 80 نخدموا به هكا ولا لا؟ لا لا، القانون هذا من عام 95 وتنقح عام 2011 في خصوص يعني الانتخابات الهيكل الرياضي. علاش انا نقول يلزم واحد بتاتر يطرح السؤال المبدئي هذا، كيستيون بريالابل، معناها لانه نحن بحاجه لتنقيح قانون الهيكل الرياضي، لانه باش انت فما عندك قانون موجود وتحب تنقحه يلزم فما حاجه ما كانتش موجوده وتحبها موجوده وهي تفيد، ولا حاجه معناها كانت موجوده في القانون وتضر. وباش تفهم هذا، باش انت تفهم اسكو فما حاجه ناقصه ويزمها تتزايد ولا حاجة زايدة يزمها تتنحى، يزمك النص هذاك تنفذ. هو تقريبا النقطة المفصلية ديما تجبد عليها القانون هي الجمعيات باش تولي شركات هكا باش تكون تضمن أكثر مداخيل للنوادي. شركات رابيدمون. شوف حكاية القانون هذا، أنا حسب رأيي المتواضع اللي راهو القانون هذا رانا ما نفذناش 10% منه نتاع 95، ما تنفذش، تعمل عام 95 مشيت شوية به الأمور لكن من بعد ما تمش تنفيذ. معناها إذا كان نشوفوا توا على جميع المستويات، بار إكزومبل على مستوى الهيكلة أنت كان تشوف سيرتو بالتنقيح نتاع 2011 الانتخابات واللجان الانتخابية ويلزمها تتعمل وكل شيء، أنا نشوف واش قاعد صاير توا. أنا نشوف الجمعيات الكلها، شوف الجمعيات أنت، أنا هي جمعية طبقت القانون في خصوص الانتخابات، أركو النص لو بريفوا، لازم تكون عندك هيئة مستقلة للانتخابات. وصلنا نشوفوا مثلا جامعة وهي خلطت عليها جامعة أخرى نتاع كرة اليد، ولا هما يحبوا ينظموا انتخابات الجمعيات. وهذا معناها خرق صارخ للقانون، مانيش فاهم كيفاش الناس ساكتة، وكيفاش معناها جامعات اللي فيها أصدقاء وزملاء من خيرة رجال القانون معناها يوصلوا هما جامعة تقول أنا مش ننظم انتخابات جمعية. غلط، سي با ليغال سا.
الورك النص موجود، النص موجود. شو يقول النص؟ النص يقول يلزم الجلسة العامة تخرج لجنة انتخابية مستقلة. جلسة عامة خارقة العادة تصير وتخرج لجنة. لا 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 مش خارقة العادة، لا 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 جلسة عامة عادية. عادية. تخرج هيئة انتخابات مستقلة تشرف على انتخابات الجمعية. وهذا تقريبا صار في انتخابات النادي الفريق اللي خرجت الهيئة التسييرية تقريبا. نفس التمشي هذا صار. هيئة التسييرية اسلام مصطلح غير قانوني. شنو معناها هيئة التسييرية؟ مش موجودة، راهو نمشيو بالقانون نمشيو شكاك. ما كل جمعية عندها قوانين نتاعها ولا؟ لا 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 كل جمعية خاضعة لقوانين البلاد. القانون يقول هيئة مديرة ان كوميتي ديركتور، هذه هيئة تسييرية وهيئة رشنوة وكذا، هذه حكاية بدعة. معناها اللي فهمته منك استاذ كل حد يمشي على زي راسه اليوم، كل شيء يمشي على زي راسه على خاطر الدولة تتفرج. على خاطر الدولة تتفرج. شكون المسؤول على فرض القانون على الرقابة هذه؟ شكون يمثلها؟ دولة 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 بيان سور في الوزارة معناها الدولة بيان سور. في شخص الوزارة ممثل. ربما باش نقول حاجة ربما باش تفاجئك وربما باش تعجب برشا ناس، أما نقول فيه باختو. في العشر سنين في سكنتي توا قاعدين نحيو في العشر سنين من معناها من اللي صار في جام في 2011. إذا كان فما عندنا 10 سنين وإحنا نتحدثوا على غياب على ضعف الدولة ودولة ضعيفة إذا كان فما سيكتور مش دولة ضعيفة فيه. إذا كان فما سيكتور الدولة غابت تماما فيه، غابت تماما الرياضة. هو الرياضة. الرياضة فما ان ابوندون توتال وفما ان ديميسيون توتال دو ليتا. وهذا اللي 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 ضر الرياضة بصفة، أنا قاعدين نشوف. هذا ضر الرياضة بصفة كبيرة، وهذا أعطى ربما نفوذ خلينا نقول اصطناعي، سيت اون بويسونس ارتيفيسيال. المسؤولين على في الجامعات وحتى في الأندية باش يعملوا يتصرفوا كيما هما. ما ثم حتى بلاد ما نعرفش لهنا سيرياف تو حتى الأحزاب في برامجها ما تلقاش برامج الرياضة، ولو أنه ديما كي تحكيوا على الرياضة نحكيوا معناتها بصفة عامة نقولوا ماهيش أولوية وعندنا ما أهم في الوقت اللي الرياضة فاتحة باب عائلات، معناها فما لاعبين فما مدربين فما إطار فما طب فما وتلة فما نقل، هذوما الكل عايشين من الرياضة معناها. صحيح صحيح الصبغة الاقتصادية وحتى المعاشية للرياضة هذه حتى حد ما عاد ينكروا، الرياضة توا ولات مجال اقتصادي حيوي، هذا ليه ما ننكروش، أما نحكي لك أنا على مستوى التنظيم وعلى مستوى التسيير وعلى مستوى الرقابة، هذوما الثلاثة ثلاثة لي تخوا زاكس، هذوما ثلاثة محاور الهامة في كل معناها نشاط وفي كل قطاع، أورغانيزاسيون فونكسيونمون كونترول، التنظيم والتسيير والرقابة، هذا الكل هارب على الدولة. أستاذ ما جاوبتنيش أنت، ما جاوبتش روحك على السؤال اللي طرحته، معناتها هل من الضروري أنه يتبدل القانون هذا ولا كيفاش؟ في بعض الجوانب من الضروري، في بعض الجوانب من الضروري يتبدل سيرتو على زوز مستويات. مانيش باش نطول عليك، على زوز مستويات. المستوى الأول هو مستوى تنظيم هذه الهياكل. يلزم القانون يتدخل باش تولي الهياكل تكون تتنظم بنفس الطريقة على مستوى التكوين نتاعها، على مستوى الانتخابات كيفاش تصير، على مستوى عدد، على مستوى المدة اللي تقعدها هذه الهياكل. الدنيا مسيبة هكاك، الدنيا مسيبة، ويجيو في الستاتيو سورتو دي فيدراسيون وسورتو مالوروزمون لي فيدراسيون الكبار نتاع لي سبور كو معناها الرياضات الجماعية. يجيك في الستاتيو يحط اللي يحب عليه، خاطر اليوم انا اسلام ما نحبوش يترشح معايا نجي نحط ما يزموش خدم في اكسبريس اف ام مثلا. كاريكاتورال مي رانا ماناش بعاد على الشيء هذا، معناها المرحله الجايه راهي في التنقيحات اللي قاعدين نشوفوا فيها. ما نحبش اسلام يترشح نحط ما يلزمش اسمه يبدا بالاي يوفى معناها اللي قاعد صاير على مستوى التنظيم لورغانيزاسيون نتاع الهياكل كوساسوا الجامعات ولا الجمعيات سورتو الجامعات شيء يندله جبين. هاو النوادي تصوت استاذ؟ والله انت تقول قاعده تصوت، التصويت راهو عنده مفهوم علمي التصويت، راهو التصويت يلزم دراسه ويلزم الناس تفهم ويلزم كذا، كيف تجي انت في جلسات عامه وتشرط اللي ما نجموا يحضروا ما نجموا صوتوا الا رؤساء الجمعيات، ما نسميش تصويت انا هذاك. ما نسميش تصويت. شكون نورمالمون كتاب عامين رجال القانون كيفاش بالضبط؟ لا لا نورمالمون تخلي عباد وتفتح النقاش والناس تتكلم. هذا نحكي لك على ما يسمى بالجلسات العامه، خاطر اللي قاعد صاير راهو سميه اللي تحب، ماهوش جلسات عامه. انا نقولها على مسؤوليتي وقلتها تفاصيل مش اول مره نقول. لا صحيح. يلزمها تتناقش محسوبيه وعلاقات وطفي الضوء على هذا. لا يلزم تتنحى الضغوطات على الجمعيات، خاطر كي تضغط عليه انت من هنا وبعد تقول له صوت ما باش يصوت. صحيح صحيح.
وهذا الكل شيكات وديون وهذا الكل جاي من حاجه واحده ومن مصدر واحد، هو غياب الدوله. الدوله قاعده تتفرج. نهار اللي الدوله ترجع للرياضه ترجع، راهو مش كيما قبل، راهو قبل كانت شاده الدنيا الكل، وهذا غلط مش صحيح، لكن ترجع كسلطة إشراف تراقب تطبيق القانون. أكهو مانيش حاجتنا بالدولة باش تدخل فينا احنا في المجال الرياضي. أنا أنتمي للمجال الرياضي وما نحبش الدولة تدخل فيها في كل شيء، أما الدولة تسهر على تطبيق القانون. باهي أستاذ، وين وصل هو القانون إلى حد الآن؟ باش يتنقح ليه قاعدين تخدموا فيه؟ القانون وصل على مستوى اللجنة اللي في الوزارة، على خاطر توا اللي تم برشا تجاذبات فيه وتسيست الحكاية. هذا سؤالي اللي بعد شي نجيك. باهي توا وصل على مستوى الوزارة، قاعدين نخدموا فيه وماشيين فيه بخطى حثيثة، وقولها بصراحة معناها مش رمي ورود، لكن جايين سي الأستاذ كمال دقيش للوزارة، معناها ساهم في أنه إلى رياكتيفي الحكاية، خاطر كمال دقيش نعرفوه هو راجل قانون وأستاذ قانون وولد الرياضة، معناها سي أن سبورتيف وسي أن ديريجون سبورتيف، دونك قاعدين نخدموا فيه بخطى حثيثة، عملنا فيه خطوات كبيرة. فما جوانب مازالت معناها يلزمها تروشيك ويلزمها نقاشات، والحاجه الباهيه ونقولها حاجه باهيه ومقتنع، لانه في اللجنه راهو فما اختلافات، ماناش متفقين على كل شيء، وهذا حاجه باهيه. دونك احنا ماشيين فيه، وان شاء الله ان شاء الله يكمل في اقرب وقت، ومشينا فيه يمكن 80% معناها ان شاء الله يكمل في اقرب وقت. لكن باهي استاذ، انت حكيت على الاستاذ كمال دقيش، فما معلومات بون على ذمتي انا مثالش هذه، انه باش يتنحى تقريبا في الايامات القادمه في التحويل الوزاري القادم، باش تكمل لجنه تخدم ولا باش تلقي العاده كل ما يجي وكل ما يجي وزير جديد فسخ وعاود؟ شوف هذه باش يتنحى مش مولاتي. اي ولو اني نعطي راي شخصي ولا يلزمني كان انا ما نراش علاش، معناها انسان معناها بصراحه نقولها ربحته الرياضه، معناها لانه سبورتيف وراجل قانون كفاءة ويفهم في الأمور هذه. بون أنت باش نحي وزير لازم تكون ماكش راضي عليه، فماش تدخلوا في شؤونه، لكن هذا رأي شخصي نعطيه. بون فماش علاش وبود تروا موا باش نحي وزير اللي حرك لك القانون واللي خدم واللي كذا. بون هذه مسائل أنا ما ندخلش فيها، أعطيت رأي تقني فقط. لكن تقول لي أنت إذا تغير الوزير لهنا، أنت والوزير اللي إن شاء الله أنا ما نتمناش، أنت وشكون جاي؟ ما نتمناش، لكن إذا صار التغيير ان شاء الله اللي باش يجي ولا اللي باش يقعد ما يغيرش، يخلي هذه لجنه قاعده تخدم، وبريتو قانون هذا باش يتعرض على الهياكل، خاطر ماهوش معناها امر دبر بليل كما يقولوا، كما صار فك البروجي اللي تصب في مجلس النواب في اول ما دام جبت عليه بهذا البروجي هذا. الوزير السابق احمد قعلول كان قدم مشروع ايضا للهياكل لمجلس النواب، شنو موقفكم؟ سيفته كوزير سابق ما تخولوش باش يصب مشروع، ومشروع كيما هذايا اللي هو يعتبر دستور الرياضه، راهو كلمه دستور ما تعنيش كان انظمه سياسيه، كل قطاع عنده دستوره، فما دستور الفلاحه، دستور الصناعه، وهذا القانون هذا راهو سي لا كونستيتيسيون دو سبور. وقطاع هام وقطاع حيوي وقطاع معناها فيه كيما قلت انت ناس تخدم، والرياضه توا ولات معناها سيتا واحد، سيتا سيكتور ايكونوميك. تجي انت مشروع، مانيش اللوم، راهو ينجم يكون مشروع باهي وينجم يكون خير من اللي قدروا. باهي وبصفته الحزبيه معناها كحزب معناتها حركه النهضه قدم المشروع هذا. لا والحزب من حقه، مش كحزب، كنواب ككتله في النواب يقدموا. اما انا بصراحه توا قداش ليها حركه النهضه موجوده في السلطه، عمري ما ريت نهار نظمت ملتقى على الرياضه ولا عملوا في برامجهم الانتخابيه اللي انا نتبع فيها. لا هو حتى حد هكاك ما تلهي بالرياضه. الرياضه توا ولات معناها من اولويات حركه النهضه، والله حاجه باهيه، اما على الاقل نفهموا يا سيدي المشروع هذا كيفاش تخدم، شكون اللي خدموا، شكون الخبراء اللي ساهموا فيه، وعلاش ما تعرضش على الوزاره؟ ابريتو فما لجنه تخدم يا سيدي، شعلينا في اللجنه، فما وزاره وفما اطارات كبيره في البلاد تخدم على القانون لها سنوات، جي هكاك نسمعوا بيا اترافير معناها لي ميديا مشروع تصب، ما نحكيش من الناحيه القانونيه، من الناحيه القانونيه عندهم الحق، لكن معناها التسييس واضح، ما في حتى كلام، ما يلزمناش نخافوا باش نقولوا. التسييس واضح، مع احترامي لكتله حركه النهضه، لكن انا عمري ما سمعت بهم مهتمين بالرياضه، توا ولات لهم اولويه، وسي قعلول سيفته كوزير سابق ما تخولوش باش يودع مشروع. وعلى كل حال في الفتره اللي عداها هو في الوزاره، ولو انه قعد 6 اشهر ولا قداش في الوزاره، منهم 4 كوفيد وشهرين حكومه مستقيله، دونك ما لقاش الوقت وما لقاش ربما باش يخدم كما وعد، لكن ما سمعتش دي موا، ما سمعتش
اللي هو اهتم بالمشروع ولم له ناس وجاب سألتهم أنا الأخيان قلت لهم يا أخي عمل لجنة مش بضرورة يعيط لي نجم يعيط ناس أخرين عمل لجنة جاب عباد قالوا لي ليه من المشروع هذا منين جاء شكون اللي خدمه ما فما حتى مشروع تخدم خارج مشروع الوزارة باستثناء مشروع الجامعة التونسية لكرة القدم هذاك المشروع اللي الجامعة اجتهدت عندها كفاءات وهذا ما نشكوش فيه عملت مشروعها اللي الفكرة والمبادرة أنا قلتها في السيمينار اللي عملوه كمبادرة إيجابية لكن المشروع فيه بارش نقائص ويتغير وهذا حتى جماعة الجامعة مقتنعين به أنا هو مشروع اللي طب في مجلس النواب منين شكون اللي خدمه شكون اللي احنا معناها أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين هذوما اللي زيكسبير اكستيرن اللي نخدموا فيه واعلى كفاءات الوزارة دي ديريكتور سنترو ديريكتور جينيرو دي ديريكتور قاعدين يكونوا اللجنة هذه واللي ترأسها الوزير اون بيرسون اللجنة هذه ترأسها الوزير شخصيا قاعدة تخدم لها ونعش قداش ماهيش سهلة راهو تعمل قانون كيما هذا ماهيش سهل ماذا بينا نفهموا احنا لكن يعني الكونوتاسيون بوليتيك معناها الصبغة السياسية والصبغة خلينا نقول لك السياسية للمشروع اللي تصب واضح علاش الله أعلم أما هذا ما وقفناش احنا قاعدين نخدموا لأرواحنا وأبريتوه هذه مصلحة عامة ومن بعد خلي اللي يمشي يقرر خليه يقرر وكهو واضح شكرا يعطيك الصحة انت اسمحني تفضل تفضل سألتني سؤال اللي انا معناها يعز عليا كان تعطيني دقيقتين اي تفضل سؤال بسرعة سألتني على الشركات اي باش نعطيك رأي وراي هذا يلزمني كان انا ميزمش اللجنة لان اللجنة عندها رأي مخالف انا باش نعطي رأي كرياضة تويتي انا رأي الشركات ما بيزيد حتى شيء وغلطة كبيرة انا نخليه الأندية تولي شركات غلطة كبيرة وما هي باش تزيدنا حتى علاش مش نورمال تولي انفستيسمون للنوادي ينجموا يدخلوا فلوس لا انفستيسمون لا حتى شيء ها باش نعطيك رأي تري رابيدمون باش ما نطولش باهي تفضل انت باش تعمل شركات لواه قالوا باش تزيد الموارد موارد الرياضة الموارد اللي تتمول منها الهياكل الرياضية نعرفوها الكل وانت تبارك الله عليك من المجال وتعرف فما بيع الملاعبية فما دروا التلفزيون فما المرشاندايزك فما البيتري وفما سبونسورينج فما حاجات اخرين سي رياضة مثلا تشوف الاهلي في مصر عنده بنكة عنده برشا حاجات الاهلي في مصر عنده بنكة بنك الاهلي شكون يمنعك انت باش تعمل بنكة كجمعية ما يمنعش القانون الموارد هذه اللي تتمول منهم الرياضة هم الجمعيات الكل يعملوا فيهم هاو التلفزيون قاعدين ياخذوا في حقوق شوية سيفري لكن هم قاعدين ياخذوا في حقوق غدوة انت كي باش تولي شركات معناها الحقوق باش تزيد هم يبيعوا في الملاعبية لسبيرونس اون 2012 باعت المساكني بريسكا ب 10 مليارات بغداد بونجيح شوفوا قداش تباع فرانك كوم شوفوا قداش تباع نعطيك في امثله نتاع دي مونتون كبار هاي جمعيه قاعده تبيع بالمليارات سبونسورينج اليوم انا نحكي على جمعيتي تبارك الله معناها مريول لسبيرونس شوفوا ما عادش تلقى فيه معناها بلاصه تحط فيها حتى واحد هاي جمعيه هاي قاعده واحد مرشاندايز هاي اللي بوتيك موجوده شنو باش تزيدك الشركات؟ ما بزيدك حتى شيء وكونترير باش تخسر الدعم الدوله خاطر الدوله ما عندهاش حق تمول الجمعيات باش تولي لك دي كونترول دي كوميسير وكونت وما نحبش نسمي الجمعيات ونحترم الجمعيات الكل وما نحب حتى جمعيه تلقى روحها في وضعيه احنا في السبور ونحبوا بعضنا نتنافسوا لكن ما نحب غير ما نسمي اسامي فما جمعيات لو كان جات شركات راهي تحلت وجمعيات كبيره راهي تحلت سي رياض وجهه نظر محترمه جدا تقريبا ظهر لي اما الديبا هذا لازم بلاتو كامل ظهر لي ونقاش عميق اكثر من اكثر من مجال متسع انا حبيت نستغل الفرصه ونقعد على لازمتك يعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا لك سي رياض التويتي على كل الايضاحات اللي قدمتها لنا بخصوص مشروع قانون الهياكل الرياضيه قبل في الاسبوعات نستغل الفرصه نعطيكم نتائج مقابلات الدفعه الثانيه من الجوله الثامنه للبطوله السياسيه متقدم في ميتون على اسبيرونس واحد بلاش هدف وليد القروي تعتوي متعادله كيف في الميتون مع بنجردين دون اهداف الاولمبي البلجي منهزم زمفت سي بي واحد بلاش هدف نادي الجربي مستقبل الرجيش متقدم على اليو اسمو واحد بلاش هدف مالك ابو العابي من بينالتي جي اس كا متقدمه على مستقبل سليمان واحد بلاش هدف ايمن محمود ضد مرميها وليد برحومه في فلاش بوست وبعد مواصلين حتى المطلع